أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول في صيام التطوع إذا لم يكن الشخص صائما إذا لم يكن الشخص صائما وكان مع جماعة صائمة، هذا في صيام التطوع، وحضر معهم وجبة الإفطار وأفطر معهم ولم يخبرهم بأنه غير صائم، وربما ظنوا أنه صائم، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، يأكل معهم ولو بلازم يخبرهم أنه ليس صائما. نعم.